طبعا سعيد جدا جدا ان انا اكون معاكم النهارده، شرف كبير ان انا اكون في مدينه زويل، وان شاء الله هتفضل مدينه زويل الى الابد. هكلمكم النهارده على قصه حصلت ليا في حياتي كنوع من انواع الخبره. بدات تغير حياتي، يعني تقدروا تقولوا بقى محاضرة تنمية بشرية ماشي، ساينتيفيك ماشي، بنات زي الفل ماشي، ديناصورات الأيادي الناعمة ماشي، كله موجود في الأوبشن، فول أوبشن هنا موجود في المحاضرة دي. لأن احنا مش عادة لما الناس بتيجي تتكلم عن إنجازاتهم بيكون فيها كونتريبيوشن من الخارج، لكن خلينا نشوف تجربة مصرية خالصة. شباب زيكم وفي سنكم، خدت معاهم وبيهم أعظم تجربة مريت بيها، وهي تجربة المنصوراسورس أو ديناصور المنصورة. مصر معروفة أو مشهورة بالتاريخ الفرعوني، ودايما بنتكلم على إنها أرض الحضارة، لكن هنكلمكم النهاردة عن مصر من ملايين السنين. مصر كانت مش بس مهد الحضارة، برضو كانت فيها كائنات عاشت قبل ظهور الإنسان بملايين السنين، منها كائنات بحرية تثبت أن مصر كانت قاع محيط، وفي منها كائنات كانت بتعيش على الأرض زي الديناصورات، واللي تثبت أن مصر كانت غابة فيها الديناصورات أكلات اللحوم وأكلات العشب. بس خلينا نتكلم على ديناصورز. داينو سور، داينو دي كلمة لاتينية اسمها مرعب أو فظيع، وسور اللي هي السحلية، والترجمة الكبيرة بنقول عليها السحلية المرعبة أو الفظيعة يعني. لكن الديناصورات هي معي عبارة عن مجموعة وسط كليد كبير أو شجرة كبيرة بتضم التماسيح، يعني التماسيح أولاد عم الديناصورات، والزواحف الطائرة اللي هي بنسميها التيروسور اللي هو ده، وأحفاده الديناصورات عايشة بينا النهاردة وهي الطيور. الطيور علميا أحفاد للديناصورات، يعني لو رحت للست الوالدة وقلت لها عمل لنا شوربة ديناصورات النهاردة، شوربة فراخ يعني، أنت علميا صح تتكلم صح علميا، بس انا مش مسؤول عن العواقب. تاخد لك حله ولا حاجه انا او كبشه في دماغك، انا ماليش دعوه. لكن الديناصورات عاشت على الارض من ملايين السنين، وعاشت اكبر فتره ممكن يتخيلها اي عاقل. عاشت اكتر من 150 مليون سنه على الارض. عشان كده تنوعت من ديناصورات كبيره وديناصورات صغيره، ديناصورات بتاكل لحمة وديناصورات بتاكل عشب، وده نتيجة ان الديناصورات اكتشفت من جميع انحاء العالم. كل النقط الحمراء اللي حضراتكم شايفينها دي بتمثل الديناصورات، اماكن استخراج الديناصورات من العالم، من امريكا الشمالية والجنوبية وافريقيا واسيا واوروبا وحتى انتاركتيكا القارة القطبية الجنوبية. بس ليه ما فيش ديناصورات من القارة القطبية الشمالية؟ برافو عليك، عشان ما كانش فيها أرض. يبقى احنا عندنا الديناصورات جت من كل قارات العالم، وده يرجع لنظرية جيولوجية معروفة عندنا اللي هي نظرية الألواح التكتونية، اللي بتحكي ان الأرض كانت جزيرة زي ما حضراتكم شايفين كده، وحصل ليها ديفرمجنتيشن او تباعد القارات بعضها عن بعض. لكن قصة الديناصورات المصرية بترجع ل 1912 لما جه العالم سترومر الألماني، وراح لمنطقة اسمها الواحات البحرية اللي شكلها زي ما حضراتكم شايفينها كده. دي واحة في وسط الصحراء، دي معناها ان هي ارض منخفضة،
والأرض المنخفضة لو جينا بصينا هنلاقي الصخور دي كلها عمرها 100 مليون سنة، يعني أيام ما كانت الديناصورات عايشة على كوكبنا. عشان كده لما جه من ألمانيا اكتشف 4 ديناصورات: سباينوسوروس، كارادونتوسوروس، بحرياسوروس، ان ايجيبتوسوروس. وشكلهم التخيلي زي ما حضراتكم شايفين كده، ده اول واحد سباينوسوروس، كارادونتوسوروس، بحرياسوروس، ايجيبتوسوروس. 3 اكلات لحوم وواحد بس اكل للعشب. انا هكلمكم النهارده باختصار شديد على اكبر واشرس كائن عاش على وجه الارض، هو سباينوسوروس ايجيبتاكس اللي هو ده. ده جمجمته، الجمجمه بتاعته 2 متر، يعني ممكن هشام سلام يقعد ينام مرتاح، مش قوي يعني، هو ينام في الصوره لكن مش في الحقيقه طبعا. وسترومر اكتشف الديناصورات دي واخدها وراح بيها المانيا وحطها في متحف ميونخ للتاريخ الطبيعي، لكن للاسف الشديد دمرت كل الحفريات المصريه اللي جمعها سترومر بسبب الحرب العالمية الثانية، لأن البريتش أو اللي هي اللي هو الطيران البريطاني ضرب المتحف ودمر منه جزء كبير جدا، يمكن أكتر من 70%. وكان من حظنا اللي مش كويس إن الديناصورات المصرية انقرضت، هي انقرضت فعلا. عشان كده The Lost Dinosaurs of Egypt محط أنظار كتير جدا من العلماء اللي هم بيهتموا بدراسة الحفريات الفقرية اللي لها عمود فقري منها الديناصورات. عشان كده جم مجموعة تانية من أمريكا، من بنسلفانيا، يدوروا على البيج جاي اللي هو الديناصور سباينوسوروس، بس ما لقوش أي أثار للديناصورات الأربعة اللي اكتشفهم سترومر. لكن اكتشفوا ديناصور تاني كبير ونشروه في مجلة النيتشر أو الساينس آسف سنة 2001. ده كان كبير جدا، ضخم قوي، شايفين اللون الأخضر ده؟ ده الديناصور، وسموه الباراليتيتان أو الديناصور المد والجزر، وسموه على شرف سترومر اللي اكتشف الديناصورات المصرية. الديناصور ده الاستيميشن بتاعه 45 طن وزنه، راسه دي لو حد عاوز يطبطب عليه لازم يطلع الدور الرابع كده. الديناصورات المصرية 5، حد عارف أسميهم؟ سباينوسوروس، بحرية سوروس، إيجيبتو سوروس، كارادونتو سوروس، والباراليتيتان أو المد، الديناصور المد والجزر. طبعا ما كانش فيه أي نوع من المحاولات المصرية ان هم يخترقوا العلم ده خالص، لان الاكتشافات كلها كانت بفلوس كتير، وطبعا عاوزين، ما فيش حد في مصر كلها معاه دكتوراه في التخصص ده. فعشان كده انا حبيت اغير الواقع literally، يعني انا قلت لازم انا اخش في الموضوع ده واغير الواقع. فطبعا رحت اوكسفورد ورجعت بالطاقية المشرشرة دي زي ما انتم شايفين 2010 بعد ما خدت دكتوراه، ورجعت مصر أوكسفورد بقى صح، وراجع بقى كده ومظبط نفسي، وقالوا لي والله جميل جدا، انت معاك دكتوراه من الحفريات الفقرية، تخصص نادر جدا والله. طيب اتفضل، راحوا مديني الترابيزة دي. حقيقة دي كل إمكانياتي ساعتها، الأوضة اللي حضراتكم شايفينها دي والترابيزة، لكن كانت في مخيلتي ان انا لازم فعلا اغير الواقع، مش بهزر يعني. فرحت كاتب في الجرايد ان انا انشات اول مدرسه للحفريات الفقريه. والله حياتي يعني جد، ورحت طالع بالصوره اللي هي بجرفطه دي ونظام. المهم بدات فعلا من اول يوم عندي هدف ان انا لازم اغير الواقع ده. فبدات اكلم الطلبه في الكلاسز، يا جماعة أنا عندي حلم كبير جدا إن أنا أنشئ مدرسة للحفريات الفقرية، ونروح الصحراء المصرية ونكتشف كل اللي هو مدفون. ماشي كويس،
بعد تقريبا 3 4 شهور لقيت الباب بيخبط. سمعتوا الخبطة دي؟ سمعتوها؟ مين بقى اللي دخل عليا؟ 2 من البنات. ايوه اتفضلوا يا شباب. قالوا احنا سمعنا في المحاضرة ان عندك حلم وكده وبتاع، واحنا نفسنا حقيقة يعني نشاركك الحلم. انتوا عارفين الحلم ايه؟ انا عاوز اروح اشتري ادور على ديناصورات واحفر واقعد في الجبل 3 4 اسابيع في الميدل اوف نو وير وكده، يعني فاهمين؟ مش نافعة دي قناعاتي ساعتها. لا مش هينفع خالص. طب انتوا يعني عملتوا كامبينج قبل كده؟ ما خرجوش اصلا، ما ناموش بره بيتهم. ماشي طيب، بصوا يا جماعه انا عارف داخليا قناعاتي الداخليه ان هم مش هيكملوا معايا، هم بالظبط كده هياخدوا النشوه والزهوه وهيمشوا 3 4 اسابيع واوكي. فقلت لهم خلاص ادي 100 جنيه خروحهم، هاتهم صفيحه زباله للمعمل. صفيحه زباله لمعمل حد شغال في الديناصورات وبتاع زي كده، بيبقى حجاره ومناديل ورق وكده يعني. فكان مخيلتي اللي هم هيشتروه حاجه قريبه من كده. ده مخيلتي. نيجي بقى نشوف الواقع. انا قلت لكم مش دافع والله، انا قلت لهم يعني ما كنتش بجدي ساعتها. انا اخدت الصدمه بجد ساعتها حقيقه. جاي بقى طبعا اول 100 جنيه تطلع من الميزانيه ورايح طبعا بالليل. طبعا قالوا يا دكتور احنا اشترينا وشكلهم حلو. هم شكلهم حلو. قلت له يا دكتور احنا جايبنا حاجه كويسه وان شاء الله يعني ده اللي قلت لهم. فروحت بقى طبعا بالليل بالعجله وكده، وافتح البتاع ادور على صفيحه الزباله، اشيل بقى الفازه بتاعت بوكيه الورد اللي هم جابوها، ادور على مش لاقي صفيحه الزباله. هي دي صفيحه الزباله؟ لكن ده بيدل او يعني ده انتوا عارفين البنات يعني الشياكه والاناقه والذوق بيلت ان يعني، مش يعني هو حد ينكر ان دي صفيحه زباله؟ هي صفيحه زباله بس اوضه نوم دي، مش حضرتك مش معمل بحثي. لكن بعد الخبطه دي انا فقت بقى. لا عاوزكم تشوفوا وتركزوا جدا جدا في الصوره اللي جايه دي. الاثنين اللي جابوا صفيحه الزباله هم الاثنين اللي بيشيلوا معانا راس حوت، حفريه راس حوت اكتر من نص طن او ربع طن تقريبا. فاحنا بنقلبه الناحيه الثانيه. البنات دول كان عندهم نوع من انواع الشغف اللي يحرك الصخر حقيقه. عشان كده اي حد عنده شغف يقدر يستحمل اي ظروف يتحط فيها. فعشان كده ما يفرقش معاهم ان هم يتحطوا في انهي سيتويشن، هم بجد كانوا حاجه عظيمه. لكن اهتماماتي العلميه ان انا مهتم جدا بقاره افريقيا، لان قاره افريقيا لما شفتوا انفصال القارات هي القاره الام اللي انفصلت عنها كل الايه القارات الاخرى. قاره افريقيا هي عندها مشكله في الديناصورات. مشكلتها في الديناصورات ان كل الديناصورات اللي اكتشفت من قاره افريقيا اكتشفت من الفتره دي لحد الفتره دي، لكن انقراض الديناصورات اللي احنا نعرفهم هنا. فاذا في جاب علميه هنا ان مفيش اي حد سجل اي كائن بيمشي على الارض من الفتره دي، لا تماسيح لا ديناصورات. وده ميستري يعني حوالي 30 مليون سنة ما حدش عارف ايه اللي حصل وايه اللي حصل للديناصورات في قارة افريقيا اللي هي القارة الام في الزمن ده. فعشان كده هي محط برضو انظار العلماء. او بما ان انا من قارة افريقيا بدأنا نقرأ في الليتريتشر ونلاقي ان واحد اسمه من احد عظماء الجيولوجيا عندنا اسمه دكتور رشدي سعيد مؤلف كتاب جيولوجية مصر، قال سطر واحد بس، سطر واحد اللي هو اللي قدام حضراتكم ده، بيقول ان في ديناصور سكيلتونز اند بونز موجودين في جنوب مصر. فجبنا الخرائط
اللي حضراتكم شايفينها طبعا دول البنات اللي احنا كنا بنتريق عليهم دلوقتي ماشي. بدأوا بقى من الدي ون نقرا الخرائط، لان الخرائط الجيولوجيه هي اللي هتودينا للاماكن اللي فيها الصخور اللي عمرها 70 مليون سنه في الفتره دي. وقمنا برحله في اول 2013 لفينا فيها تقريبا مصر حرفيا. طلعنا من المنصوره القاهره طريق العين السخنه لحد ما وصلنا لحد قرب السودان او حلايب وشلاتين، وكسرنا الصحراء الشرقيه ورحنا الصحراء الغربيه لحد العوينات ورجعنا تاني المنصوره. كانت امكانياتي فظيعه. شوف بقى الفظاعه اللي جايه دي، انا عاوز اقول لكم دي امكانياتي حقيقه. عربيه صديق، المراتب والخيام والبتاع والشنط بتاعتنا، والبنات هنا هم دي شارب واحدة، دي شارب واحدة من البنات. طبعا احنا بندخلهم الاول وبعد كده نزق الحاجة. يعني هو دي السياسة، عشان لو فتحنا الباب كله هيقع. فهي دي اللي معاك امكانيات واحدة، عربية واحد تطوع ان هو يدمر عربيته في الصحراء، والبنات الجمال اللي مليانين شغف وحب الحاجة اللي هم بيعملوها. وفعلا اللي احنا رايحين له لقيناه، ديناصور من الفترة دي، من الفترة اللي انا قلت لكم عليها. وقعدنا شغالين اسبوع كامل، نروح الفندق نصحى الساعة 5، نيجي الموقع الساعة 6، نخلص الساعة 6 بالليل ونروح الفندق ننام لمدة 7 أيام. كنا فرحانين جدا جدا لان احنا هنضيف للعلم حاجه كبيره جدا. لكن يا فرحه ما تمت، حصل بقى ان في واحد الساعه 5 الصبح جه بموتوسيكل. طبعا كلنا عندنا يعني عارفين ده، يعني انا اول ما نزلنا من العربيه وماشيين للموقع اللي فيه الديناصور لقينا تراك لسه فريش على الندى بتاع التراب، وكل العظام اللي احنا شغالين عليها عشان نهيئها للاستخراج دمرت. ساب لناش الا الفتات اللي حضراتكم شايفينه ده. هو عمل ايه بقى؟ هو فكر ان ده ايه؟ اثار، لان الناس قاعده طول النهار بفرشه وعمالين يعملوا. فراح شايل كل العظام ونبش تحتيها ودمر الديناصور ده. ده كان المنصوراسورس الاولاني. لكن فعلا من التجربه دي احنا طبعا البنات كانوا عارفين يعني ايه بنت تخرج بعد معاناه قتاليه مع الاهل، ان هي تروح تبات في الجبل وبعدين تلاقي حاجه هتخليها على الساحات العالميه، وبعد كده يجي واحد عنده فضول بموتوسيكل، عارفين ان هو بموتوسيكل يدمر كل ده. فاضطرينا ان احنا طبعا كان كله زعلان وكله متضايق، لكن قلنا خلاص نردم عليه على العظام دي ونمشي. وفعلا مشينا وزعلنا يعني، بس كانت الموقف ده قلنا خلاص لو لقينا اي حاجة تانية مش هنبات في الفندق، هنبات على راس الديناصور. عشان كده في 2013 نفس السنة في ديسمبر في 2013 دعيت ان انا ادي محاضرة عن الديناصورات المصرية، مش في مدينة زويل بقى، في مدينة الخارجة في جامعة الوادي الجديد اللي هي على بعد تقريبا 14 ساعة سفر. فقلت بدل ما اروح بقى لوحدي كده اخد البنات معايا، وفعلا اخدت البنات عشان نوريهم المكاشف اللي فيها. المنطقه دي كلها عباره عن وادي منخفض، فمنخفض يعني بين الصخور القديمه في العمر اللي كانت عايشه عليها الديناصورات. فاخر يوم بعد ما اديت المحاضره ومروح الفندق عشان نجهز نفسنا للصبح، لقيت الطريق اللي قدام حضراتكم ده واخدنا لحد المكاشف دي او الصخور دي. الصخور دي كلها صخور فيها الديناصورات. فقلت لهم احنا بكرة الصبح هنروح الطريق ده، هو بس ربع ساعة هنبص على المكاشف ونمشي اقصى حاجة يعني. فصحينا بدري
وجبنا الفول والطعمية وعملنا الشاي وكده وظبطنا أمورنا ويلا يا جماعة كل واحد ينتشر في المكان وربع ساعة تتجمعوا عند النقطة اللي احنا فيها دي وده شكل المكان كل واحد هيبدأ يروح في مكان فلقيت سارة بتقول لي يا دكتور ايه دي؟ قلت لها والله دي شكلها عظمة بس مش عارف فسبتها وبعدين هي راحت ايه؟ فضلت ايه؟ قاعدة في مكانها بصيت لها كده قلت يمكن لقت زلطة بتلعب فيها ولا حاجة أبص تاني لها لسه قاعدة قلت يمكن لقت زلطتين يعني هتاخد وقتها يعني لكن فضل الموضوع يعني كل شوية بص كده لحد ما لقيت المنظر اللي قدام حضراتكم ده طبعا احنا الصور اللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي حاليا هي صور اللي حصل بالظبط لأن احنا بنكلف واحد في الرحلة يبقى مسؤول عن الدوكيومنتيشن بتاع الرحلة يصور أي حاجة وكل حاجة هي سناء السيد هي اللي كانت مسؤولة عن التصوير ودي سارة صابر ودي إيمان وده هشام سلام هيفضل ماشي كده هو لحد ما يطلع فوق هنا وبعدين لقيت تليفون جالي ببص كده لقيت سارة أسيوط أيوة يا سارة قالت لي انزل بسرعة العظم في كل حتة والله literally يعني صرخ يعني أنا سامعها أصلا بغير تليفون فقلت لها طيب أنا جاي لك حالا هو بعدين عشان ما نزلش قلت لها طب شوفي كده يعني حد يبص عليه لا في عظم قلت لها ماشي خلاص لقيتنا فعلا كمية العظم كبيرة جدا في الموضوع دون وبعدين أنا نزلت جري جدا عشان الموضوع كبير جدا فعلا ده هيكل أكبر من اللي احنا كنا بندور عليه حاجة فعلا سوبر فقلت لها بص يا سارة بقى أنا عايز أقول لك على حاجة أنا أصلا شفته قبلك وده كان اختبار ليك تعرفين بقى إيه اللي هي الصرخة لا رجليك اهي دي أثار رجلي على العظمة يعني ما شفتهاش فدست عليها فطبعا مع عمري ما هعمل كده ف قلت لها يعني ايه يعني مثلا خلاص يعني انت عندك ايفيدنس واحنا ناس ساينتست فخلاص انت صح الديناصور ده انت اللي شفتيه كنت عاوز بقى اخد يعني انا شفت بقى كده بس ما نفعتش فاكرين الطريق اللي اخذنا للمكان ده الطريق ده معمول بالمحجر ده محجر بياخد الزلط من الوادي ينخله وفي عدة مناخل عشان ياخدوا يعملوا السن بتاع الرصيف يخلطوا بمازوت ويعملوا بيه الرصيف ده فالناس دولا اول ما شافونا دي العربية بتاعتنا اهي واحنا المكان اهو بالظبط فاول ما شافونا بعتونا مين بقى والسهم الاحمر ده هو مكان العظام شوف هو فضل ماشي لحد ما حاول هو طبعا شافنا واحنا قاعدين عمالين نعمل براشنج فهو من بعيد تقريبا 2 كيلو فضل لحد ما جه وراح طالع الطلعه دي وفعلا كان على الطبقه اهي دي الطبقه الخضراء دي هي المنتجه للديناصورات وراح حاول فكان الموقف مقلق شويه فقلت لهم خلاص احنا طبعا مش هنكمل لان احنا يعني لازم نيجي مره تانية لان احنا فطبعا لقيت لا نقعد فين يعني احنا مروحين قال لا نقعد طيب معاكم فلوس لا طب معانا ادوات لا طب هنقعد نعمل ايه نبعت نجيب الكلام نفسه خلاني انا شخصيا مرتاح ان انا ارجع تاني عشان حسيت منهم ان هم فعلا شغوفين الموضوع زي كده وانا فاكر يوميها جدا ان سارة كانت زعلانه جدا زي نمشي الديناصور بتاعي هتسيبه تمشي تروح فين وسناء وهي احنا بعد ما خدنا قرار ان احنا نمشي راحت رايحة على الديناصور كده والله بجد الحفرة استودعك الله الذي لا تضيع ده وراحت بتطلعها حاجة ورميها باين ما تعرفش حجاب ولا ايه احنا وراحنا المنصورة فعلا كان الواحد يعني فاهم انت لاقي حاجة وهتسيبها وبلدوزر جاي لك يعني الموضوع كان فعلا مش يعني قرار صعب بس لازم انا كنت عارف كويس جدا ان من خبرتي في الموضوع ان الموضوع ده لازم اني على الاقل خالص شهر
نقعد نعمل اكسكافيشن او المهم رجعنا تاني بعديها ب بعديها بثلاث شهور كلمنا الجامعه وقلنا لهم احنا عندنا اكتشاف كبير جدا ومحتاجين فند. ربنا يوفقك. طب حضرتك احنا ده هيبقى حاجه هتخلد جامعة. ربنا يوفقك. المهم يعني هم فعلا ادونا العربيه عاده بيدوا العربيه الجيب للناس اسبوع احنا خدناها ثلاث اسابيع وده كان الحاجه الكبيره جدا. المهم انا رحت على الناس اللي هم بتوع المحجر وقلت لهم مش انت الدكتور بتاع المنصوره؟ قلت لهم انا الدكتور بتاع المنصوره. قالوا لي طيب والله يعني انت هتشرفنا وبتاع زي. قلت لهم انا هنبات معاكم هنا في المكان لمده شويه يعني اسبوع. انا عارف ان هو بس عشان ما يتخضوش يعني. قالوا لا والله تنور ومش عارف ايه وبتاع زي كده وبص انا هنخدمك خدمه العمر. قلت لهم ايه؟ قالوا احنا عندنا حمامات. انتوا عارفين حمامات في الصحراء دي يعني ايه؟ يعني كانك رايح زويل كده. قبلت ورايح زويل يعني فاهم؟ انت نشوه كده وانت رايح زويل اول يوم انت كانك رايح الحمام في الصحراء في الميدل اوف نوير. طبعا ده كان حاجه عظيمه. الحمام في الصحراء يا جماعه عشان بس الناس ما تأفورش قوي. هو ده حمام الاولاد وده حمام البنات. يعني افضل ماشي كده لحد ما وترجع. اهم حاجه ترجع مبسوط. يبقى كده انت عملت حمام. مفيش طبعا مكان اوبن طبعا ميدل اوف نوير يعني. بس فقلت لهم والله عظيم جدا. بس قال لي والله يعني هي مرتين في اليوم. قلت له ازاي يعني؟ قال لي هو طبعا البنات هم اللي هيستخدموا الحمام عشان الاولاد في الصحراء يستخدموا حمام عيب. يعني بتقل من يعني من رجولتك كده اعمل حمام بقى اروح حمام. فالبنات بس هم اللي يعملوا حمام. فطبعا قلت له طيب يعني ايه يعني؟ قال لي مره الصبح قبل الفجر قبل ما العمال تقوم ومره اخر النهار الساعه 10 بالليل لحد بعد ما العمال يروحوا يناموا يعني. قلت له طب ماشي. فانا اصحى الصبح دي مهمتي بقى اصحى الصبح الساعه 3 الفجر معايا الكشاف اخبط كده الكشاف على خيمه البنات. ايوه دكتور صحينا طب يلا عشان اوديكوا الحمام. واخدهم افضل ماشي بيهم لحد ما نروح الحمام اقعد انا مع الغفير اشرب الشاي بتاع اللي بيغلي بقى له اسبوع وهم يخرجهم واخدهم برضو بالهيد لام طبعا ما فيش نور طبعا ونرجع تاني. المهم دي كانت حياتنا حياتي انا لمده 3 اسابيع اوديهم الصبح الحمام واخر النهار اوديهم الحمام طبعا. لكن ده كان المعسكر. وطبعا في المعسكر لازم الرياضه زي ما الدكتور مدحت معودنا طبعا تعذيب نعذبهم بقى والله لا تجروا بقى. فطبعا ده خلي بالكم التجربه دي علمتني حاجات كتير جدا تجربه قاسيه جدا بكل المقاييس اللي انتوا هتشوفوها لكن كان لازم ان يبقى فيها نوع من انواع المرح بشكل او باخر عشان نكسر الجمود. هتقعد في الصحراء 21 يوم في خيمه المراتب بتاعتك ما تفرقش عن الارض اي حاجه وهتشتغل شغل فوعلية. طب ليه يا دكتور ما بتجيبش الفوعلية يشتغل وكسره بدالك؟ لا لان احنا عندنا سنس هنقابل ايه وهنعمل ايه. فديا طبعا فطبعا البنات اشتغلوا من الساعة 6 الصبح من اول ضوء فعلا لحد اخر النهار. طبعا اهم حاجة في الموضوع ان احنا نطمن على مادة الصمغ بوليفينايل اسيتيت مادة صمغية بندوبها في اسيتون وان نشبع بيها العظم فتخش في المسام بتاعه العظم وبعد كده يتطاير الاسيتون او الكحول وتبقى الماده الصمغيه تهاردن الايه العظام. فطبعا الشغل كان كل يوم الصبح زي ما حضراتكم شايفين. وده مين؟ ده البلدوزر صح. الدوائر دي هي دوائر العظم اللي طالع من الارض اللي هو شكله كده. لأي حد مش عينيه مدربة على الموضوع ده ما يعرفش يفرق. فلازم أن يجي معانا كذا رحلة عشان يقدر يفرق العظم عن الصخور اللي حواليه. فطبعا كنا بنشتغل تقريبا لازما يعني العظمة الواحدة ممكن تاخد مننا مثلا 3 يعني 3 أيام 4 أيام عشان نجهزها إن احنا نشيلها. احنا على العظام كتيرة جدا والأسف الشديد إن هي كانت متكسرة. انت بتخيل 70 مليون سنة مدفونة وجاي واحد وشوية بنات يطلعوها. فلازم أن يكون في شوية احترام يعني تقعد معانا كده فترة لكن
في اليوم السابع لقينا أهم عظمة بندور عليها وهي دي. ازيك يا سارة؟ شيلي بس الشعرية دي من على عينيك. أيوة. فدي عظمة إيه يا شباب؟ ها؟ ها؟ لا مش العمود الفقري. الفك. الفك. والنقط دي نقط إيه؟ الأسنان. لأن دي مهمة جدا في الدياجنوستيك فيتشر اللي خلتنا نقول إن ده مختلف كانت العظمة دي. فكل يوم بعد ما نخلص شغل الساعة 6 نغطي الديناصور. طبعا عشان ما يبردش. لا عشان الهواء. مين لقى الهواء؟ سقفة والله هنا. طبعا لأن احنا في شهر 3 وشهر 4 دي في رياح اسمها رياح الايه؟ الخمسين. والرياح الخمسين لما بتيجي بتبقى بتكون حاجة اسمها العاصفة الايه؟ الرملية او الساندستون. فطبعا الصبح نشيل الغطاء من على الديناصور ونشتغل تقريبا كل لحظة بنسجلها. ودي سارة صابر اللي هي اكتشفت شافت الديناصور. طبعا هي عشان هي قصيرة بقول لها يا سارة يعني ايه؟ تقول لها انت قصيرة يا سارة. تقول لي ما عشان كده بلاقي ببص قريبة من الارض وبشوف وانت تمشي على الديناصورات. مسكها لي لحد دلوقتي. المهم بعد اسبوع تقريبا من الشغل بدات ملامح الديناصور تبان. ولا احنا عندنا يعني هيكل شبه كامل. والبنات في اليوم ده افتكر اليوم ده بالذات يوم 12 قلت لهم بصوا لي. اخذت الكاميرا وقلت لهم بصوا لي كده عشان بكره الصوره دي هتبقى في النيتشر. طبعا ما كنتش يعني حاسس ان هي مهمه يعني. ويوم قبل نشر المنصورة سورس يطلع للعالم كله كتبت حاجة على الفيس قلت لهم وحطيت الصورة دي قلت لهم فاكرين لما قلت لكم بكرة هتكونوا في النيتشر؟ اهو بكرة ده بكرة حقيقة literally يعني. فكانت طبعا يعني حاجة كانت عظيمة جدا. طبعا اشتغلنا طبعا ده زي شغل الاثار بنبقى عارفين نعمل جريد او الجريد ده عباره عن ايه عن تقسيمه عشان نشوف الديناصور ده متوزع في الارض ازاي. هو نايم كده نايم كده يعني كده يعني فحاجات زي كده. لكن مش فاهم انا الصوره دي محطوطه غلط ولا ايه بس هي شكلها حلو. المهم عشان اصور الجريد ده لازم نطلع على حاجه عاليه فطبعا مفيش سلالم ولا حاجه من دي. فعشان ناخد المنظر اللي قدامكم ده ونرسمه على الخريطه ونعرف ان هنا السكال الجمجمه وهنا بعض الفقرات الرقبه وهنا تقريبا هنا هيبقى الديل كده تمام. فكانت تجربه كبيره جدا وحلوه لان احنا بقى نقلنا الشغل ميداني يعني اشرح لهم بقى بالظبط ايه اللي بنشوفه. وساعه في الجبل اكتر بكتير جدا من اسابيع في المحاضرات لانك انت بتشوف حاجه اوريدي رؤية العين واضحه يعني. طبعا استخراج الديناصور من الارض دي مهمه يعني حاجه لازم تتبع اساليب علميه يعني. بنجبس الديناصور وهو في الارض فعلا بنجبسه بنجيب اللي هو الجبس ده ونجبسه. بس عشان نجيب حاجه قويه بنجيب خيش ونحطه في الجبس ونعمل الرول بتاع اللي هو اي حد بيتكسر بيتعمل له الجبس ده وانا. بس لازم نحط عازل بين العظم وبين الجبس زي ما حضراتكم شايفين ولازم تتم العمليه في اسرع وقت ممكن لان الجبس بيشك بسرعه يعني 3 4 دقايق وهتلاقيه جامد جدا. فبالظبط كده بنغلفه زي ما حضراتكم شايفين وكله منسجم يعني زي ما حضراتكم سيبكم الكلسون ده عادي يعني الناس بتسمع الشتاء يعني نعمل يعني لكن المهم ان يكون في الناس عارفه بتعمل ايه. فطبعا مهم جدا السرعه مهم جدا الديسيجن لحد دي عظمه جوه اهي. واحنا بنجيب العظم كله يعني بالصخر عشان لو شلت العظمه لوحدها ممكن تهيل من تحت او تتكسر من تحت. فعشان كده باخد اكبر مساحه حواليها وكسر كده زي ما حضراتكم شايفين. ولو لقيت حاجه هنا وانا بكسر اقف والف واعمل يعني التراك بيحكمنا لو انا لقيت حاجه تانية مش بكسر وخلاص لازم يكون عينيا على كل حاجه. وبعد ما كسر خالص نخلي سناء هي اقوى واحده فينا تكسر تحت خالص عشان تخلخل الجاكيت ده بنسميه جاكيت يا جماعه زي من اللي انا لابسه ده. وبعدين نروح قلبينه الناحيه التانية
بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، ولازم يتم بسرعة فائقة. وبعد كده الناحية التانية نحط عليها برضو مادة عازلة ونعمل الايه الجاكيت، نقفله القفلة كويسة زي ما حضراتكم شايفين. الخيمة بتاعتنا طبعا مش باين قوي، بس هي كانت كل حاجة، قاعة علمية بنشرح عليها الاناتومي. نشوف دي كانت اول مرة نلاقي فقرة الديل، اخر فقرة فقرات الديل. الشغل طبعا بالنهار وبالليل، النهار نشتغل وبالليل نسجل كل كلمة حصلت، والعظمة دي جاية منين وإيه اللي حصل ومش عارف إيه، ولو في شغل باقي بكرة نسجله عشان الصبح نفتح النوتة. يعني بنعمل documentation لكل حاجة everything. حتى هما كانوا بيكرهوني من الحكاية دي، شايفين يعني بتقول لك خلص بقى عايزين ننام، لكن فعلا كده. وكل يوم برضو نطلع على التبة الكبيرة بالفلاشة النت ونلقط نت ونشوف احنا معانا ايه. شغل فعلا كان ديلي، يعني كان الشمس كانت حارة جدا جدا فوق ما تتخيل، قاعد 12 ساعة في الشمس، صبح الشمس الصبح وتقعد معاها لحد ما تخش تنام، لحد ما في ناس فعلا تعبت من الشمس وجالها يعني ضربة شمس، وفي ناس من كتر الدق يعني تعبت. ولما تصحى ما تنساش تصحي العربية. يعني ضروري عشان البطارية ما تنامش وتبقى في ضيالمة كبيرة يعني. او تصحى الصبح او البنات اهم زي الفل. مش عايزين تشاركوا الحلم؟ شارك يا عم بقى. فاكرين لما قلت لكم احنا بنغطي الديناصور عشان الساعة 1 الظهر في اليوم 13 اتخبطنا بساند ستورم. اجري يا مجدي، اجري على ايه؟ غطي الديناصور، لانها خبطتنا واحنا الظهر يعني شغالين، فكل همنا ان احنا نغطي الايه الديناصور باي حاجه عشان الرمل هيعمل اكيميليشن عليه. فطبعا البنات شايفه مثلا الهدوم بتاعتها طايره والشنط طايره والخيام بتتقلع، واحنا رايحين نعمل الديناصور نغطيه زي ما انت شايف كده. وبعد نص ساعه بالظبط ايه اللي حصل؟ كان ده المنظر. قعدنا يوم ونص نشيل في الرمل ده اللي هي نص ساعة بس ساند ستورم. والجميل بقى اشوف بقى الخيمة من جوه عاملة ازاي. على فكرة ده كتاب الإيفوليوشن، استغفر الله العظيم. ما ده عقاب اهو، بس شوف النظارة مش ملحدة. حياة يعني هي الوحيدة. بعد الساند ستورم بيومين الدنيا مطرت ومعانا جواكت مليانة جبس. اجري يا مجدي او يا مجدة، برضو غطي، شيل بقى كل حاجة وحطها فين؟ في خيمة البنات، لان هي الاقرب، عشان انا المشرف ما ينفعش حد يحط حاجة فين كله حطها هناك. فالمهم بقى طبعا الخيمة عشان كانت بتمطر، فالشباب ناموا هنا. يعني ممكن تلاقي الدكتورة سناء هي في ميتشيجن دلوقتي بتحضر دكتوراه في جامعة ميتشيجن، نامت هنا كده في. وطبعا كل العظام بقى طبعا، وده جردل، يعني حاسس ان الجردل جنبك امان برضو. طب انتوا فاكرين الراجل بتاع الموتوسيكل؟ فاكرينه؟ لا، دول ولاد عمه بقى، دول كانوا مراقبيننا بالباينوكلر من فوق الجبل ولمده لايام. وبعدين فجاه راحوا نازلين علينا الساعه 1 الظهر، كل واحد من حته، وانت معاك بنات انسات. فالموضوع ما كانش ظريف بالنسبه لي، انا يعني فعلا كنت يعني ركبي بتخبط في بعضيها. المهم بس انا كنت عامل حسابي ان اكلمهم عن الموضوع، ان ده صخور وده نوع من انواع الصخور بتتشكل بشكل كده. طبعا ما اديتهمش اهميه للموضوع. فالراجل طبعا من راح جاي وقال لي ايه دي، تعرفين الفك؟ مسكوا كده. انا طبعا يعني ايه تعرف يعني قلبي بقى بدا فقلت له ده يعني صخره شكلها حلوه يعني. عامله بص استناني بس
والله العظيم صحيح. انت عارف بقى اللي عاوز يطير بس مش عاوز يديها أهمية كده، عاوز أطير أجيبها بس نزلت الحمد لله ما كسرتش يعني. بس اقتنعوا ان ده مش أثار، وشوف الراجل ده مقتنع جدا ويعني كل حاجة كانت واضحة يعني. فبعد ما مشيهم أنا فعلا كنت طاير من الفرح، طاير طبعا. الصورة عشان أخد الصورة دي أصلا ظهري يعني، عشان أقول لكم يعني إنها اتخدت مثلا 15 مرة ولا حاجة، ما يلحقوش يصوروني فاروح نازل على وشي وارجع تاني. بس المهم إن احنا نخرج من الموقف بموقف تاني يعني. الموقف ده فعلا خلى كل واحد يعني مش عارفين هم هيتعاملوا معنا ازاي او كده، بس كانوا الناس زراف يعني. المهم بعد كده كل حياتنا بقى في الخيمة، ناكل ونشرب، بس كان الأهم حاجة عندنا هي الحرصين عليها جدا هي المية، لأن المية بتجينا مرة في الأسبوع. فطبعا الجيركن دون للمواعين، المواعين كنا بنغسلها الأول بالرمل زي ما حكم شايفين كده، وبعد كده نغسلها بال... المهم الحصيلة كانت 20 جاكت. ودولا أول ناس في التاريخ من الوطن العربي يكتشفهم ديناصور ويكونوا بنات، فتحية كبيرة للبنات. أخذنا الحاجة طبعا، أخذنا الحاجة وديناها المنصورة، وده الفريق طبعا بتاعنا، مي الأمير، سارة صابر أقصر واحدة، سناء السيد في ميتشيغن، أيمان الداودي دلوقتي، وده صاحبي اللي هو بتاع العربية اللي اتدمرت اللي هي عاملة نفسها جيب بس هي نيسان، وده عم ياسين السواق. المهم رحنا المنصورة وطلعنا كل الحاجات المعمل في الدور الثاني، هم طلعوهم برضو البنات زي ما انتوا شايفين كده، انا مشرف مش فاهمين انت طالب بنت او ولد، انا مالي انت طالب كده يعني. المهم ده كان فعلا اول مرة ديناصور يخش جامعة مصرية، كانش حد اكتشف قبل كده اي حاجة خالص. تاني يوم رحت المستشفى للجامعة المنصورة، قابلت رئيسة الديبارتمنت بتاع الراديولوجي، قلت لها احنا عندنا جواكت فيها عظام للديناصورات، عاوز احطها في الاشعه المقطعيه عشان استخلص ديجيتالي العظام من قبل ما اشوفها، واشوف اذا كنت هفتح الجاكت والاقي فيه عظام تانية احنا ما خدناش بالنا منها ولا ايه. فطبعا قالت بكل سرور جدا واقتنعت بالفكره كويسه جدا، وقالت لعم محمد روح مع الدكتور هشام شوفه هو عاوز ايه. فطبعا رحت مع عم محمد قلت له تعالى معانا ساعدنا، فهو بيدور على حد ما لقاش. المهم راح فتحت له الشنطه، وبعدين بدانا نشيل الجواكت ونحطها على سرير العيانين، وفي الجاكت الثالث راح راجع لورا قال لي ده ايه؟ قلت له ده ديناصور. قال لي هو عيان ولا ايه؟ قلت له لا والله ما عيان، ده ميت بقاله 70 مليون سنه يعني. بس كانت ظريفة جدا، انت ماشي في ديناصور في مستشفى وكل الناس يسألك ده ايه ديناصور، ده ايه ديناصور، الناس تهز كده يعني يا ديناصور يا ربنا يا عمو بالسلامة ان شاء الله. حاجة يعني كانت فعلا، لكن دخلنا فعلا الأشعة المقطعية ورحنا الناس كلها بقت زي ما انت شايفين كده مبسوطة جدا ان هي بتعمل. وشوف الراجل ده شوف يعني مندمج يعني ديناصور وبتاع واحد. ده أول مرة في تاريخ الوطن العربي إن حد يستخدم التكنولوجي ده في الحاجات زي كده. طبعا إحنا اللي دخلنا الديناصور المستشفى يعني. بس هي الفكرة في إيه بقى، إن إحنا ممكن من خلال الأشعة المقطعية، مش عارف هتنفع ولا لأ هتيجي، أقدر أشوف شايفين ده وهي لسه في الجاكت، لسه ما استخلصناهاش. ودي فقرة من فقرات الرقبة للديناصور، فنعرف طبعا الطول والعرض. المهم قبل ما نشتغل خالص عرفنا احنا عندنا ايه، اللون الاحمر ده الهايلايتد، كل ده العظام اللي تم اكتشافها من العشرين جاكت. وطبعا اخدوا مننا سنة ونص عشان ننظف العظام دي وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينها دي قابلة للنشر. النشر العلمي لازم تقنع الريفيورز بشغلك، فلازم تغطي كل الجابس الموجودة
في الشغل بتاعك، يعني اي حاجه طبعا ما ينفعش اديله الصور الديجيتال، مش هيقبلها، لازم الصور الايه الاصليه بتاعه العظام زي ما حضراتكم شايفين كده. اخذنا العظام دي وصورناها وعملنا لها ديجيتال كوبي وكل الحاجات زي كده، وقارنا العظام اللي موجوده دي بجميع الديناصورات اللي من نفس الفصيله على مستوى العالم كله. عملنا حاجة اسمها فيلوجيني تري، وقارنا الديناصورات بي اللي موجودة في أسيا وأوروبا وأفريقيا، بس مش أفريقيا، مش نفس الزمن، الزمن اللي قبله. وطبع عندنا ان احنا عندنا ديناصور لم يكتشف من قبل، فكانت المهمة بقى عندنا كساينتس ان احنا نسميه، فسميناه منصورة سورس على شرف جامعة المنصورة، وشاهيني على شرف زوجتي منى شاهين. يبقى انت كده ضمنت البيت وضمنت الجامعة. ما هو انت مش هتبقى ساينتست وخلاص، فيري نيردي وخلاص، لا دي سياسه برضو كده. ايه كده ايه لما تلاقي بقى مثلا بوز البطه طالع بقى وكده، وتلاقي البوز بتاعها موجود، رايح فين؟ راح اجيب الديناصور بتاعك، بقيه الديناصور بتاعك سايبه هناك. لا بجد، هي عشان هي وقفت فعلا جنبي في كل مراحل وشاركتني الحلم، وهي ليه كنت ده، هي صاحبة الفكرة ان اغير الواقع اللي انا فيه، ما بقاش زي اي حد. وده كانت فكرتها في 2001. الديناصور اللي احنا اكتشفناه منصورة صورة شاهيني، كنت لسه اقول منى صورس، الله بقى حب بقى ولع في الدرة. المهم طبعا احنا عندنا طبعا المنصورة صورس اكتشف من واحة الدخلة، ودي العظام، فاكرين الجريد اللي احنا طلعت فوق ورسمت دي خريطة لابد منها بالنسبة للشمال عشان الناس اللي هتيجي تدور بعدي يبقى عندها الانفورميشنز المختلفة. ودي العظام اللي احنا اكتشفناها، وهو طوله حوالي 10 متر لكن وزنه حوالي 5.5 طن، وهو أضلت، يعني أضلت مش جوفونايل. طبعا فاكرين القصة بتاعت افريقيا، او احنا بقى كده في الفيلد الجاب بالمنصورة سورس، احنا اول ناس نكتب الشابتر ده المظلم في قارة افريقيا زي ما حضرتكم شايفين. مش بس كده، لما قارناه بكل الديناصورات المكتشفة من العالم لقينا ان اولاد عمه او اللي هم السيستر جروب اللي بيدرس فيلوجيني في البيولوجي في افريقيا في اوروبا، وده معناه ان هو الجروبس دي هاجرت من افريقيا او حصل لها ديسبيرسل من افريقيا لاوروبا او من اوروبا لافريقيا. وده اول دليل على وجود كونكشن بري بين القارتين. لايه؟ لان الديناصورات لا تطير ولا تعوم، فهي لازم تكون مشيت على جليد، مشيت على فترات، مشيت على اجيال. النوع ده راح من اوروبا لافريقيا ومن اوروبا من افريقيا لاوروبا ومن اوروبا لافريقيا. وفي كده احنا قدرنا نغازل اكبر مجله في العالم نيتشر فرع الايكولوجي اند ايفولوشن، ونشرناه فيها عشان هو حدث مهم في تاريخ العلم. نيتشر ادتنا ميعاد اللي هو يوم 29 يناير 2018 الساعه 4 بتوقيت لندن، هيتم نشر المنصورة سورس كبيبر تطلع للعالم. فقالت للريبورتس من وكالات الانباء العالميه اتصلوا بينا، وفعلا يعني الساعه 4 اتصلوا بينا قبلها طبعا، بس في حاجه اسمها حظر النشر، ممنوع تنشر اي حاجه قبل الساعه 4. فطبعا اتصلوا بينا وعملوا كل الريبورتس المختلفه، وطبعا الساعه 4 بالظبط بعد ما طلع على موقع النيتشر كانت السي ان ان والبي بي سي ورويترز وناشونال جيوغرافيك، كل الريبورتس على طول ورا بعديها نزلت للموضوع ده. وطبعا كان ابطال القصه هم البنات اللي حضراتكم شايفينها دي، وكان ده في 2000، ده هو اتنشر في 2012 2018، بس الصوره دي في 2016 في اكبر مؤتمر في العالم. فاكرين البنتين اللي هم خبطوا عليا وانا كنتش مقتنع بيهم؟ دلوقتي هم بيتكرموا في اكبر مؤتمر في يوتا في 2016، وكانت طبعا اول مره حد بحجاب او من الوطن العربي يخش المؤتمر ده. طبعا ياخدوا 3 جوائز في المؤتمر ده، كانت حاجه كبيره جدا
وخلونا ترابيزة في مع الناس اللي بيعلنوا عن الجوائز قدامهم بالظبط. والناس كتير جدا تيجي تقول لك والله ممكن اقعد جنبك، الناس كبار جدا لدرجة ان في واحد من اكبر علماء العالم في التخصص ده جاي لي كده وهو يعني في السن كبير شوية، ويديني الكاميرا بيقول لي ممكن بعد اذنك تاخد لي صورة معاهم. تلوقف بس كده فعلا يعني كانت حاجة مشرفة جدا، لدرجة هم طالعين بقى مثلا سناء السيد ايجيبت، انا بقى الوحيد اللي واقف عمال اسقف وصفر، تعرف بقى ابو العروسه مثلا ثلاث عرايس، بس كانوا جمال جدا. بعد الاكتشاف ده طبعا الشباب يعني لقينا فعلا يعني تكريم من كل الجهات حتى الرئاسه، ودي سناء السيد وايمان الداوودي طبعا ما رضوش ياخدوني، انا كنت في الجبل يعني ساعتها. وطلع في ألف تقرير ان ده كان اعظم الاكتشافات العلميه في التخصص الجيولوجيا على مستوى العالم. منصوراسورس شاهيني مش بس هنا، لا ده في اهم الاحداث اللي حصلت في 2019 2018 اتكتبت في يناير 2019 مجله ديسكفر العالميه، اكبر مجله في العالم. طبعا ده كان تكريم كبير جدا. شكرا جزيلا لكم، واتمنى ان انتم تكونوا يعني انبسطتم. واي سؤال؟